اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هكلمكم عن اخر سيارتين موجودين عندنا من شيفروليه في تريل بوس فئه الشاهين والتريل بوس العادي برنجات 20. الاثنين لونهم احمر ويلا بينا نشوف مواصفاتهم من الداخل. اول سياره من السيارتين اللي حكيت لكم عنهم هما التريل بوس اللون الاحمر موديل 23. السياره الاولى اللي قدامنا دي طبعا رنجات 20. خلينا اوريكم التعديل اللي تم عليها من بن حموده للسيارات. احنا عاملين عليها حاجه مميزه جدا. طبعا لون الجلد بيجي لون رمادي، احنا عاملينه باللون الاسود زي ما انتم شايفين. الناس بيحبوا اللون الاسود على التابلو الابواب والكراسي. تعالوا نشوف السيارة التانية، بس نشوف سعر السيارة دي في الاول. طبعا هنا رينج 20، السيارة دي سعرها 193,900. تاني سيارة عندنا هي الشاهين تريل بوس برنجات 18 انش. تعديل الشاهين طبعا احنا خلاص عارفينه، الدعمية والتصفيحة عند جير الماكينة اللي تات على ال اي دي على الجنبين وفي النص والهوكات الحمر. دواسة طبعا دواسة الشاهين، وفي عندك كمان شعار الشاهين. الداخلية طبعا ده اللون الاصلي تبع الكراسي الجلد. تصل على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات واهلا بكم. تعالوا نشوف السعر كام، يلا بينا. 203,900. اهلا بكم.